اننا بنتكلم على موضوع الدواء، نشوف هذه الوثيقة أو هذا القرار اللي تم نشره من نقابة الصيادلة، لأنه الحقيقة بيثير عدد من التساؤلات. أنا شخصيا ما أعرفش إجاباتها، ربما في نقابة الصيادلة يقدروا يجاوبونا عليها. خلونا نشوف، نشير إلى هذه الوثيقة. دي نقابة صيادلة مصر مكتب النقيب، السيد الدكتور النقيب الفرعي عمل تحية طيبة وبعد أنا بقرأ لحضراتكم اللي موجود. بالإشارة إلى الجمعية العمومية الطارئة لصيادلة مصر والمستمرة الانعقاد منذ 23/12/2016 حتى الآن، هي منعقدة من التاريخ ده حتى الآن، نتشرف بدعوة سيادتكم ومجلسكم وصيادلة المحافظة لحضور الاجتماع الثاني اللي هيكون يوم السبت 14/1 بكرة بعد الظهر بمقر اتحاد المهن الطبية لمناقشة جدول الأعمال، وهو النظر في آخر مستجدات الإغلاق الجزئي للصيدليات اللي هي الإضراب الجزئي اللي هم قرروا في الجمعية العمومية اللي فاتت إن هم يقوموا بيه. لكن هو بيقول فيرجى توفير وسيلة انتقال للصيادلة للحضور على أن تتحمل النقابة العامة تكاليف الانتقالات، وستقوم النقابة العامة بتوفير وجبة غذاء للسادة الحضور. يعني هيوفروا للسادة الصيادلة عشان يحضروا الجمعية، اجتماع الجمعية العمومية، وجبة غذاء وكمان إيه؟ بدل انتقال. ده عشان يبقى في أكبر عدد ممكن من الصيادلة في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة اللي هتاخد قراراتها الخاصة بالإضراب. الأسئلة اللي احنا بنسألها، هل وفقا لهذا القرار اللي طالع من مكتب نقيب الصيادلة؟ وطبعا الصيادلة كانوا زعلانين مني من فترة وبيقولوا لي ليه واخدة الموقف ده مننا، كأني أعرف حد منهم أو لصالح طرف تاني. لكن أنا بسأل سؤال بتهيألي ممكن كلنا نسأله، هل يجوز استخدام أموال النقابة، نقابة الصيادلة، في توفير وجبة غذائية لصيدلي عشان يحضر الجمعية العمومية؟ هل يجوز استخدام أموال النقابة في توفير وسيلة انتقال للصيادلة علشان يروحوا اجتماع الجمعية العمومية؟ هذا سؤال حقيقة أنا ما أعرفش إجابته. أنا هعرف التفاصيل من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة. مساء الخير يا دكتور مصطفى. أهلا أستاذ رشا، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك يا دكتور؟ أنا بس بسأل يا دكتور سؤال وأنا الحقيقة ما أعرفش الإجابة عنه لأني لست نقابية. هل يجوز يا فندم استخدام أموال النقابة في توفير وجبات غذائية للصيادلة ووسائل انتقال عشان يحضروا اجتماعات الجمعية العمومية؟ سيادتك بتسألي وبتستفسري وأنا أرد عليكي إن ده يجوز فعلا وده بيحصل باستمرار، والجهاز المركزي بيراقب ده. ده الناس جاية من محافظات بعيدة جدا، فشيء طبيعي بنوفر لهم وسيلة مواصلات طبقا لنص اللوائح اللي عندنا. وحتى لو جاي من اماكن بعيده بنحاول نديله، بنديله بعد كده مش بنحاول، بدل انتقالات لاماكن من الاماكن البعيده اللي جايه للقاهره عندنا. ده طبقا للوائح اللي عندنا وطبقا للقانون، والجهاز المركزي بيراقب عليها من زمان. فدي مش مشكله ومش حاجه غريبه، ده شيء طبيعي جدا ونعديها بقى. يعني هل يجوز هذا الامر؟ يجوز طبعا. اصل البعض فهمها يا دكتور مصطفى، عشان انا هنا اسعى للموضوعيه، البعض فهمها ان كأن حضراتكم مجلس النقابه بتحاولوا حشد اكبر عدد ممكن من الصيادله علشان تاخدوا قرار بشكل يعبر عن جموع الصيادله فيما يتعلق مساله الاضراب. انا فهمها كده، انا هفهمه اكتر شويه. بقول له انت فهمت غلط. واقول لك حاجه مهمه جدا، اللي لازم ياخد باله من نقطه مهمه، ياخد باله ان الجمعيه دعينا ليها امتى؟ من يومين. القانون بيقول لازم قبلها ب 15 يوم. هيبص لاقي في وسط الجواب في كلمتين مهمين. الكلمه بتقول ان ده الانعقاد الثاني. الجمعيه العموميه في الجمعيه العموميه خدت قرار ان هي في حاله انعقاد دائم. ولا تلتزم بشروط انعقادها، يعني الجمعيه دي لو 100 صيدلي 200 صيدلي موجودين تنعقد الجمعيه، مش شرط لازم انك تكتمل النصاب بتاعها عشان تبدا فعاليه الجمعيه العموميه. فمش محتاجين حشد لحد عشان يجي. اي عدد هيجي هيتم بالجمعيه العموميه. النقطة بتاعت وسائل الانتقال والحاجات دي ده مش مشكلة فيه اطلاقا، متصل في كل جمعية حتى لو جابت. والجهاز المركزي المحاسبات يوافق على هذا الأمر. بالظبط، مش مشكلة خالص. طيب أنا عايز أسأل القرار القادم بقى، على ما يبدو أن الاتجاه العام لفكرة تنظيم الإضراب الجزئي، مش كده يا فندم؟ أقول لك حاجة مهمة. دلوقتي أنا شفنا امبارح مؤتمر بتاع وزارة الصحة
وانا دلوقتي شفت التصريحات بتاعت معالي وزير الصحه، انا هقرا لك بس شويه تفاصيل في اللي قاله معالي الوزير، وهخلي الناس تحكم على كلامه عشان الناس تعرف هو بيقول صح ولا بيقول كلام منافي للحقيقه. رقم واحد، معالي الوزير بيقول ان الادويه المتداوله في السوق الدواء المصري 12000 وحاجه. الكلام ده مش سليم اطلاقا تماما. دي الادويه المسجله فقط، واي حد ممكن يروح للاداره المركزيه ويسال ويتاكد بنفسه. المتداول في سوق الدواء المصري من 7000 ل 8000 صنف. يعني بيقول معالي الوزير ان زياده طبقا للكلام ده حوالي 15-25. الكلام مش مظبوط، الكلام بيوصل لا استنى يا فندم، معالي الوزير بيقول ان هم 12000 وشويه، حضرتك بتقول ان هم كام؟ الادويه المسجله في مصر هو الرقم اللي قاله حضرتك. كويس. انما الادويه المتداوله في سوق الدواء المصري اللي بتنزل بالفعل موجوده في سوق الدواء المصري حوالي 7-8000 صنف. طب وهو كوزير لما حضرتك تيجي مكانه تاخد قرار، بتاخد على الارقام المسجله ولا على الارقام المتداوله فعليا؟ بصي حضرتك افهميني واحده واحده واسمعيني، اسمعيني زي ما سمعتيه بالراحه. هو انا بقول انا عندي بس مشكله، طب هما واخدين مني موقف عشان مش عارفيني، لكن انا اعتقد ان انا وحضرتك عارفين بعض. عارفين بعض كويس جدا. طيب هاخد منك إيه؟ انا عايز افهم الناس، فسيبيني افهم براحتي. انا بقول اتفضل اللي قاله ايه الوزير، وانا بقول للصح بتاعه عامل ازاي. بس الوزير نفسه قبل كده اتكلم عن الدواء المتداول، تصريحه هو شخصيا يرجع له، الادويه المتداوله في مصر من 7-8000 صنف، المسجل 12000، واحنا عايزين نعاقب الشركات اللي مسجله دواء ومش منزلاه. تصريحه هو نفسه، انا مش جايب الكلام بتاعي انا. يرجع لتصريحه، واي حد ممكن يروح يرجع للاداره المركزيه ويسال حاليا الكلام ده مظبوط. يعني بيقول المتداول 12000، ده مش مظبوط. لا المسجل، المتداول اقل من كده. يعني معنى الكلام ان النسبه اللي زادت نسبه اكبر من 25%، الدواء اللي زاد اكثر من كده بكتير. ده رقم اتنين بقى. معالي صرح، واحنا دي مش محتاجه حد يروح يسال في الاداره المركزيه، ممكن الناس في الاعداد عن سيادتك دلوقتي يحسب بالاله الحاسبه دلوقتي ويرد علينا. قال وكان مكتوب على الشاشه قدام حضرتك ان الادويه المزمنه اللي زادت 5% فقط من اجمالي الادويه المزمنه. تمام؟ ايوه كده بالظبط. بالظبط. طيب عدد الادويه بتاعت الامراض المزمنه اللي زادت 610 صنف. لو دول 5% يبقى كام عدد جميع الادويه بتاعت الامراض المزمنه؟ لو ضربنا الرقم ده اللي هو ال 5% عشان نجيب الاجمالي اللي هو قال عليه هيطلع 12000. ده الدواء كل اللي انت قلته من شويه 12000. لا حضرتك من الكلام ده مش مظبوط. ال 610 صنف دول تقريبا اكتر من 60% من ادويه الامراض المزمنه. مش 5% حضرتك. طب ما حضرتك كده حاسب على الحسبه بتاع الدكتور. انا بقول لك هو قال 5 اللي زاد من ادويه الامراض المزمنه 5% فقط من اجمالي ادويه الامراض المزمنه. صحيح قال كده. لو احنا ضربنا 610 دي ال 5% بتاعتها تبقى كام؟ هيطلع في الاخر اجمالي الادويه اللي بيتكلم عنها بتاعت الامراض المزمنه 12000 صنف. 15 يا فندم. كمان يعني اكتر من اجمالي عدد الادويه المسجله اساسا. المفروض الادويه المسجله دي كلها على بعضها. انا طبعا يعني ما اقدرش يعني انا ما اعرفش الحسابات دي، حضرتك اللي تعرفها بما انك مش عارف في قطاع الصيدله. بس انا بس اللي انا عايز اساله دلوقتي، اللي انا عايز اساله دلوقتي. معلش اكمل لحضرتك بس. اتفضل. ما انا بقول دلوقتي عشان بس نوضح. كونه زود 5% من ادويه الامراض المزمنه ده كلام مش مظبوط، كلام غلط. اللي زوده اكثر من 60 او 70% من اجمالي عدد ادويه الامراض المزمنه. بالمنافاه او ضد التصريح اللي قاله معالي رئيس الجمهوريه اللي قال لا مساس بادويه الامراض المزمنه. دي نقطه. طيب رقم ثلاثه بقى، النقطه اللي انت حضرتك سالتني فيها. حضرتك بتقول لي ان هو زود ادويه الامراض المزمنه بنسبه 60%؟ اكثر من 60%. لا من اجمالي يعني عدد ادويه الامراض المزمنه. بالمخالفه لتصريح رئيس الجمهوريه اللي كان بيقول لا مساس بادويه الامراض المزمنه. هو قال يا فندم 5% من الادويه المتداوله يا دكتور مصطفى. لا 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 حضرتك انا يعني ارجعي خلي الاعداد يرجع لك الصوره بتاعته وهو بيتكلم على الشاشه بتاعت حضرتك وخليه يرجعها. انا سمعتها كده يا دكتور مصطفى. لا 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 طب ممكن معلش يعني خلي الناس تسمعها تاني مع حضرتك وبعد ما اخلص رجعيها تاني. شوفي قال ايه بالظبط. قال 5% من الادويه المتداوله، والادويه المتداوله 12024. ادويه الامراض المزمنه اللي زادت تمثل 5% فقط من اجمالي عدد ادويه الامراض المزمنه. 5% من الادويه لا من الادويه المتداوله. حضرتك ما انا بقول لك، انا بقول لك ده وانت بتقولي ده. انا ما هو ده انا اصل انا اللي كنت عامله المداخله فانا اللي سامعاك.
سيادتك لا هنرجع تاني لكن اصل هو قاله 3 مرات انا اسمع لا انا مسجل دي عشان ده كلام مش مظبوط ومقدمين بيها يعني في لنا شغل فيها تاني. فانا بقول لحضرتك لا هو قالها نصا كده كل مره اقول انا ما زودتش كل الدواء بتاع المرض المزمن انا زودت بس منه 5%. قالها نصا دلوقتي وارجع لها تاني هتلاقي كلامي انا مظبوط. رقم 3 يا دكتور مصطفى جدا. هو زود 600 من 12 24 يا دكتور مصطفى زود 3010 صنف ده هو اللي زاد. لا دكتور يا دكتور حضرتك كده بتكلم عن حاجه تانية يا دكتور مصطفى حضرتك بتتكلم عن اجمالي عدد الادويه كلها لكن فيما يتعلق ما خدني واحده واحده ما تدخلنيش من الدواء العام للدواء المزمن دي حاجه ودي حاجه الناس مش ناقصه لخبطه. انا على فكره انا على ما اظن ان كل الناس اللي سمعتني فهمت انا قصدي ايه يعني انا ما بفهمش لا كل الناس لا خالص اطلاقا يعني لا انا بوضح يعني انا سامعه يعني كنت نايمه وانا بسمع الوزير قال 600 من 12 24 يا دكتور. طب انا بتكلم بلغه واضحه جدا بقول انا هجيب جايزوني المداخله تانية يا جماعه عشان هرجعها بعد ما اخلص مع الدكتور. يا ريت لا يرد الوقت لا دلوقتي حالا بعد ما اخلص اتمنى نرجع دي. لا ما هو اصل احنا فنيا يا دكتور مصطفى بنجهز يعني ما احناش دايما بنبقى شاطرين زي كده وجاهزين كل حاجه ناخد وقتنا يعني. الوزير بخصوص نسبه الدواء اللي زوده من الامراض المزمنه. طيب خليني انا عايز اخد الـ 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 النقاش لحاجه ثانيه. هتعملوا ايه؟ هتعملوا اضراب؟ اخر تصريح انت سالتيه عليه. طيب انا بس بسال السؤال دلوقتي عشان النقاش. طيب حضرتك هتعملوا اضراب في الجمعيه ولا هتتكلم؟ دي بس اخر نقطه هتكلم فيها معلش في نص دقيقه. هو سيادته بيقول ان احنا كان معاه مدير اداره المواد في الوزاره وصرح التفتيش كل الادويه اللي ناقصه دلوقتي عددها 200 صنف. انا عايز بس اي حد من عند حضرتك ينزل في الشارع هو ويسال المواطن ايه اللي موجود مش ايه اللي ناقص. ده انا سالته اللي في المستشفيات يا دكتور وقال في الصيدليات العامه قال لي في كل حاجه. الكلام ده مش سليم. احنا عاملين حصر بالدواء اللي ناقص. اخر حصر كنا عاملينه من حوالي اكتر من 3 اسابيع كان 1816 صنف. طب انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور مصطفى بصراحه. اتفضلي. يعني انا بس في حاجه يعني لان انا تعبت من الحكايه دي انا والمشاهدين. الخناقات اللي قاعده تحصل ما بين شركات الدواء والصيادله من ناحيه والصيادله ووزير الصحه من ناحيه والصيادله وشركات الدواء من ناحيه كل الفيلم ده يا دكتور ما يهمش المواطن العادي في حاجه. انا عايزه في النهايه الدواء يعني خلافاتكم دي خلوها للغرف بقى يعني وسائل الاعلام تعبت من متابعه هذه الخلافات. انا بسال سؤال مش خلافاتنا على فكره لا مش خلافات لينا خالص ماشي مفيش حاجه اسمها خلافات شخصيه ولا الوزير لنا علاقه شخصيه بيه ده منصب معين بتاعنا. طيب ما هو انا عارفه ان كل طرف بيسعى لمصلحه المريض عارفه الجمله اللي حضرتك هتقولها. طيب على المستوى الشخصي لا علاقتي بيه كويسه جدا. طب انا مش طب انا خليني بس دلوقتي في اللي انا عايزه اتكلم فيه. حضراتكم هتعملوا اضراب جزئي ولا مش هتعملوا؟ ده السؤال. اما احنا كنا على المنصه كمجلس اداره ما كانش فيه في بال اي حد فينا اطلاقا فكره الاضراب ولا جزئي ولا كلي. اللي حاصل في السوق والناس اللي عايشه مع المواطنين في قلب الصيدليات والدواء اللي مش لاقيينه اساسا خلاهم يلجأوا لده. احنا رفعنا الجمعيه مرتين بالمناسبه عشان بس تعرفوا تفاصيل مهمه جدا عشان الناس تهدى. الناس ما هديتش. الوضع بقى كارثي. الناس بتقفل الصيدليات على فكره. انت بتقولي بس ان يوم الاحد ميعاد الاضراب الناس قفلت امبارح. قفلوا عشان مش عارفين يشتروا دواء ازاي. قفلوا عشان الوزير بيقول لهم انتوا بتخزنوا دواء. مع اني بقول له سهل جدا انا ممكن اديك واسئله ترجع لها عندك في الوزاره. يعني يعني يا دكتور انت بتنفي ان في ناس بتخزن دواء؟ انا هقول لك اهو. انا عايز اللي بيخزن دواء ده يقطع رقبته. كويس. متفقين على ده؟ متفقين على ده. لكن ما نلفش وندور حوالين القضيه بتاعتنا. انا بقول لمعالي الوزير ارجع للدفاتر بتاعتك في الوزاره. هتلاقي رقم واحد الماده الخام دخلت امتى مصر؟ بتاريخها بكميتها وعارفين بتصنع قد ايه؟ متسجل عندك في الدفاتر. هو ده اجابه سؤالي يا دكتور مصطفى؟ اه انا بسال حضرتك هتعملوا اضراب ولا مش هتعملوا اضراب؟ يعني انت اصل التفاصيل دي على فكره زي مسلسل احنا بقينا حافظينه ابطاله ووزير الصحه ونقابه الصيادله وشركات صناعه الدواء. لا 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 خالص هذا المسلسل اللي فيه بطوله يعني جماعيه من حضراتكم خلاص احنا حفظناه. انا حضرتك جاوبني على سؤال عشان المشاهد اللي قاعد يسمع. مش فاهم يعني ايه بطوله جماعيه. يعني حضراتكم ابطال للمسلسل ده اللي احنا مش انا كمواطنه مش انا مش هاممني الموضوع ده. حضراتكم حلوا مشاكلكم مع بعض. بصي يا استاذ رشا انت بتقولي من شويه احنا نعرف بعض كويس جدا وده انا بتكلم فيه دي مش لكن انا دلوقتي بنتكلم مع بعض محتاجين نتكلم كلام موضوعي لكن مش عايزين نزين ونخلي شكل الكلام مش كويس. نزين مين يا دكتور مصطفى؟
نزين مين؟ هو يعني مين لصالح مين يا دكتور؟ يعني هل احنا كفضائيه خاصه يا دكتور هنبقى بندعم وزير الصحه وضد الصيادله؟ ليه؟ وزير الصحه ده بيديني مكافاه وبيطلعني على الهواء؟ في ايه يا دكتور مصطفى؟ انا بسال سؤال مهم. اتفضل. وعايز اسمع الناس كل الناس نفس السؤال ده. سيادتك معالي الوزير بيتكلم براحته جدا، مصدقاه تماما. اما نتكلم ليه ما بتسمعيش؟ هل تعتقد ان انا مش مصدقاك يا دكتور مصطفى؟ لا انا بسال سؤال. ليه؟ بص يا دكتور مصطفى، حضرتك عايز تصور حاجه معينه حضرتك صورها، موضوعيتي ومهنيتي مش حضرتك اللي بتحكم عليها، المشاهدين اللي بيحكموا عليها صح ولا غلط. ولا 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 الناس سامعه حضرتك وسامعاني وسامعه معالي الوزير وسامعه انا قدرت الحوار مع حضرتك ازاي ومعاه ازاي، وانا راضيه بحكم الناس اللي بتشوفني حتى لو 10 يا دكتور مصطفى. انا بسال سؤال، هتعملوا اضراب ولا مش هتعملوا؟ لو حضرتك مش هتجاوب عليا انا خلاص هخلص النقاش، مش عايزه. انا سالت سؤال ليكي، انا بقول لك مش لاي حد تاني، بقول انت بتسمعي الوزير بهدوء جدا لكن انا مش بكمل جملتي. خلاص انا منحازه للوزير، حضرتك عايز يعني عايز تقول كده؟ خلاص يا سيدي انا منحازه للوزير. ده رد مقتنع بيه؟ طب اقول لحضرتك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا هو حضرتك قال هو انا بشتغل صيدليه بعد الظهر يا دكتور مصطفى؟ هو في منافسه بيني وبينك داخله الانتخابات عشان ابقى نقيب الصيادله؟ بقول لك اما تساليني اسمعيني عشان ارد عليكي، ده اللي بطلبه منك. كل ده انا ما سمعتكش. لا ما بكملش جملتي. طيب انا بسال سؤال محدد، انا عندي سؤال وحضرتك عايز تتكلم في حاجه ثانيه. انا بسال حضرتك هتعملوا اضراب ولا مش هتعملوا اضراب؟ انا كنت لسه بتكلم بشرح لك ايه اللي بيتم ده ازاي، القرار بيطلع ازاي، فانت عايزه اجابه مره واحده. انا بقول لك انا بقعد على المنصه ما بوجهش جماعيه عموميه، بنقعد على المنصه بنقول الحاصل هو عباره عن كذا ونخلي كل الناس تتكلم وفي الاخر بيطلع قرار. احنا كنا قاعدين على المنصه المره اللي فاتت ما كانش فيه في دماغنا اي توجه لاضراب اطلاقا، الجمعيه هي اللي قالت نفس الكلام ده. في بكره عندنا جمعيه عموميه هي اللي ممكن تعلق اضراب او ما تعلقوش. حتى الان انا بقول لك حاجه بقى مهمه جدا للوزير، يمكن انوه ليها في امبارح وهو بيتكلم وانا باكد عليها دلوقتي ثاني، ولكن للاسف هو مجرد تنويه فقط لا غير. احنا مدينا ايدينا وعملنا لقاءات مع كل مسؤول في الدوله وقلنا مستعدين عشان خاطر المواطن البسيط. احنا مقدمين طرح بنقول احنا مع المواطن ومش عايزين حد يزايد على دي. الطرح اللي قدمناه كان واضح جدا، اتفضلوا يا جماعه احنا بنقول الدواء مش ضد زيادته ولكن زياده موضوعيه، اللي بيخسر ده حضرتك بيخسر. اللي كنت عندي في البرنامج من كام شهر وبتقولي لازم نزود الدواء عشان بالزبط. الصناعه بتنهار. بالظبط. اللي احنا اللي شفناه بقى من يوم 16/5 اللي فات ده اللي احنا مش عايزين نكرر تاني. طب انا برضو بسال سؤال معلش، انا شويه في حاجه يعني الناس عايزه قرار عمل، هتعملوا اضراب ولا مش هتعملوا اضراب؟ حضرتك بتقولي ان القرار ده ما بنقولوش دلوقتي، بنقوله لما بنعمل جمعيه عموميه. لا 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 بصي الكلام مش انا قلت كلام واضح، ان القرار مش احنا اللي واخدينه، مش مجلس النقابه بياخد قرار بالاضراب، جمعيه عموميه بتقول احنا بنطرح الامر على الجمعيه العموميه، صوتهم على عايزين تعملوا ايه؟ بيقولوا عايزين والله طبقا للمعطيات احنا هنعمل كذا. ولا احنا بايدينا نلغي اضراب ولا حتى نقول هنعمل اضراب، مش بايدينا اطلاقا. ده قرار جمعيه عموميه. بكره ان شاء الله الناس منتظره مننا ايه اللي تم؟ هنشرح اللي تم. الوعود اللي وعدناها اورال بالبق ان مفيش حاجه تمت حتى الان، اللي اتقال لنا هو كان في استجابه من رئاسه الجمهوريه وبلغنا بيها الناس، قلنا الرئيس احنا قلنا عايزين المواطن البسيط ما يحسش بزياده الاسعار. فبلاش نقرب من اهداف المريض المزمنه. الرئيس في تصريح واضح جدا مؤسسه الرئاسه قال لا مساس بادويه الامراض المزمنه. طيب يعني حضرتك عايز تقول لي ان وزير الصحه خالف قرار رئيس الجمهوريه؟ خلاص انا بقول لك وزير الصحه لو خالف قرار رئيس الجمهوريه ما قرار يعني هل تعتقد حاجه ان رئيس الجمهوريه مش عارف القرار اللي خده وزير الصحه شكله ايه وابعاده ايه هو رئيس الوزراء؟ حاجه ثانيه بقى. لا في نقطه مهمه. حاجه ثانيه يا دكتور مصطفى. هقول لك حاجه ثانيه، لا في احنا طالبنا ان احنا هنزود الاسعار ماشي. وممكن نقلل اسعار ادويه كمان. احنا فجي معالي رئيس الوزراء ما احنا قعدنا معاه في المؤتمر الصحي في وزاره الصحه صرح تصريح وقال هندرس كل الملفات قبل ما نزود الاسعار، وهتشكل لجنه، والتصريح موجود ممكن ترجعوا له بسهوله جدا يعني. هتشكل لجنه من كذا وكذا لدراسه جميع ملفات الاسعار. طيب يعني انا بقى عشان الاجابه ما انا بقول لك بعديها بنص ساعه يا دكتور الوزير انا ما بلاقيش فقره، ده خبر عندي من ضمن اخبار كتيره، وانا اديت لحضرتك وقت يتضاعف الثلث، يعني اديت حضرتك وقت ثلاث مرات وزير الصحه. طيب هقول لك كده كويس؟ اختم بك عشان بس ابقى منحازه للصيادله في مصر. طيب هختم بكلمتين مهمين. احنا الفتره اللي فاتت احنا مدينا ايدينا لكل الناس. انتوا كلكم بتمدوا ايديكم وكلكم عايزين مصلحه المريض المصري، المريض المصري هو اللي مش عارف مصلحته. انا بقول لك كلمه اخيره، طيب سيبيني اقولها. طيب يعني برضو يعني جاي ما بديكش الفرصه خالص، ما بديكش الفرصة عشان تعبر عن وجهة نظر حضرتك، أنت عارف إن ده تلفزيون الحكومة، فالحكومة هي اللي على فكرة أنت بتتكلمي أكتر مني.
طيب بصي اقول لك حاجه على فكره، مش هتستفزني يا دكتور مصطفى. انا ما حدش بيعرف يستفزني الا اذا كنت عايزه ابقى مستفز. اتفقنا؟ لا لا بصي، لا لا اتفقنا. شكرا يا دكتور مصطفى. الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابه الصيدله. شكرا لمشاركه حضرتك معانا في كلام ده. طيب خلينا نسمع يا جماعه الارقام اللي قالها وزير الصحه، مش في مداخلتي، في المؤتمر الصحفي اللي قاله، عشان هي دي الارقام اللي يحاسب عليها وزير الصحه المصري في المؤتمر الرسمي. نسمع. لا يا فندم، كلام محسوم جدا. انا قلتها الكلام بارقام امبارح. عدد الادويه المتداوله في السوق المصري 12024 دواء. 12024 دواء. اللي زادوا امبارح 3010. 3010 لما تقسميهم على 12000 هيطلعوا 25%. فدي ده كده، دي نقطه، دي نقطه نمره واحد. احنا قلنا في الادويه اللي طب على ال 3000 دول يا دكتور احمد، رفع الاسعار هيبقى بايه؟ كتبت ومحدود، كتبت واضحة وصريحة. احنا قلنا الزيادة كل ما سعر الدواء بيزيد كل ما الزيادة السعرية بتقل، فاحنا قسمناها لثلاث شرايح. الأدوية اللي فوق 100 جنيه دول الزيادة السعرية عليهم زادت 30% من الفرق ما بين سعر الدولار يوم 3/11 وسعر الدولار اللي هو امبارح، اللي هو اللي حصل فيه الزيادة السعرية، اللي من 50 ل 100 40%، اللي اقل من 50 50%. وقلنا ان الزياده ديت ما خدتش كل الادويه بتاعت كل الشركات. خدت 15% بس من ادويه الشركات المحليه و20% بس من ادويه الشركات العالميه او المستورده. لما بنجمع الاثنين دول مع بعض بيطلعوا 3010 دواء اللي تم تحريك سعرهم، ودول بيمثلوا بشكل مجمع 25% من كميه الادويه المتداوله في السوق المصري اللي موجود السوق المحلي. طيب الحقيقه، ويمكن النقطه دي انا اتناقشت مع حضرتك فيها امبارح، كنا نتمنى الا تطال هذه الزياده ادويه الامراض المزمنه. انا هقول لسيادتك ما تم، احنا قلنا ان كل شركه تبعت لنا لسته بالادويه اللي هي طالبه ان هي تحرك سعرها، واحنا هنشوف وهنراجع وهنحذف بقدر الامكان، او هنتفاوض معاهم في هذه الادويه. وطلبنا ان تكون هذه الليسته بقدر الامكان خاليه من الادويه المزمنه. انا عايز اقول لحضرتك عدد الادويه المتداوله 12024 دواء.